أهلا بكم مشاهدينا الكرام. واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بنحو جماعي في منتصف التعاملات لثالث جلسات الأسبوع وسط حركة شرائية للمستثمرين العرب واتجاه بيعي مسيطر على تعاملات المصريين والأجانب. وزاد مؤشر إي جي إكس 30 رئيسي من مكاسبه ليسجل 1.2% بعد أول 90 دقيقة من التعاملات، بينما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 82%، كما ارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 31%. وللمزيد من المتابعة بينضم إلينا مباشرة من مقر البورصة مراسل أون لايف مينا بشرة. مساء الخير مينا، وشتان بين الأمس واليوم في المؤشرات خصوصا المؤشر الثلاثيني. نعم، مساء الخير ولاء. بالفعل عودة جماعية لمؤشرات البورصة مرة أخرى إلى الصعود منذ مستهل التعاملات وحتى منتصف جلسة اليوم. بالأمس كان هناك أداء متباينا وتحديدا تراجع للمؤشر الرئيسي، ولكن المؤشر منذ مستهل تعاملات اليوم وحتى هذه اللحظة مستقر داخل المنطقة الخضراء ومستمر في رحلة الصعود بدعم من القوى الشرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات، إضافة أيضا إلى الأداء الجيد للأسهم القيادية كان دافعا للمؤشر الرئيسي ليرتفع بمقدار 1.27% خلال منتصف التعاملات وليصل إلى مستوى 13,212 نقطة، وبذلك يكون المؤشر الرئيسي استطاع أن يتجاوز مستوى المقاومة مستوى 13,000 نقطة مرة أخرى خلال تعاملات اليوم. المؤشر الثاني والخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشر إي جي إكس 70 ارتفع بمقدار 84% خلال منتصف التعاملات ومسجلا 598 نقطة بدعم من القوى الشرائية من جانب صغار المتعاملين. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 مرتفع أيضا بمقدار 1.8% ليصل إلى مستوى 1372 نقطة خلال منتصف تعاملات اليوم. أيضا نتيجة لهذا الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات، فقد ربحت الأسهم قرابة 8 مليارات جنيه منذ مستهل التعاملات وحتى هذه اللحظة. أيضا بالنسبة لمستوى السيولة فهناك ارتفاع نسبي في مستوى السيولة مقارنة بتعاملات الأمس، فقد وصلت السيولة حتى هذه اللحظة إلى مستوى ما يزيد عن 520 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 119 مليون سهما وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها حتى هذه اللحظة بما يزيد عن 18,000 عملية. نعم، عظيم مينا. إذن لنرى لحظة الغلق، هل سيستمر الحال على ما هو عليه أم سيحدث تغير على رأس ثالثة؟ شكرا لك مينا بشرى مراسلنا الدائم في مقر البورصة المصرية.